طاحش ما شاء الله تبارك الله. وش اصدقائكم؟ اخر عنه اخر عنه. لا يا جلب ولا يهمك، يجي معاك يجي. طيب ايش الكاميرا ترش عليها رمل؟ وبسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مع تجارب كذا جديدة شوية ومرافقة شركة مايز مع فريق رواد بحرة ليليا الشهر الأول ما شاء الله تبارك الله، من رعايتها لقناة رواد بحرة. الآن التجربة حنسويها كذا عنيفة شوي، خلونا ننزل بس من هنا شوي. شوف الرجل يا شباب جماعة الخير، بس احط رجلي كذا راح الين 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 ما في. الله اكبر. يلا ثواني نركب هذاك. ايش طيحه في الوادي ذاك؟ والله انه طقمه صدق. يا ساتر وين راح؟ هو بيقطع كفراته ذا. يلا دقائق يا شباب. ويتقدم المتسابق الاول، الاسم لو سمحت. والله ونعم بسلطان. تفضل حبيبي سلطان تفضل. اطلع علينا اقول لك بس، واقول لك بعدين اطلع. اطلع واجه كذا حتى تروح يسار، يعني يسار الان. اطلع يا شنب اطلع يا شنب اطلع يا شنب اطلع يا شنب اطلع يا شنب. وقف يا شنب. بسم الله بالله. وفي شوف في وراك مسامير، تخيل انه وراك مسامير. أيوه. ناس نايمين يعني ترجع عليهم وتذبحهم الان. يلا ما عندك الا هالمساحه. ممكن دقيقة ارجع بس ورانا لحظة. يلا كمل شغل كل اللي عندك، لو في عمال ورا في هذا نزلهم. شوف دعس جامد ما ابغى ترجع ورا لين اقول لك، بس ارجع بس. يلا اطلع. إيه انا مصعبها يعني، اتوقع انه في شيء. ارجع شوي بس، ما من حقك ترجع اكثر من كذا. ارجع الان 30 سنتي. يا اخوك وراك يا اخوك عشبك الدبل. بس طبعا بس انا اقول لهم ممنوع يرجع اكثر من كذا. اللي حيشوف يقول طبعا انت ذابحهم ابو فيصل، خلنا نحوسهم شوي. الظاهر حتى لو ارجع اكثر من كذا ما يمدي. روح يا شنب. ايوه احفرها للي بعدك كذا. ايه بغل بغل يا سلطان. ها ارجع ورا. يلا نعطيك نص متر. طب انت هو دحين يفتح لكم الخط، انت ما انت عارف هو يفك لكم الخط وتسهل عليكم كلكم. يبغى له ايش؟ والله في بترولات، في فردات، في بجيرات، في فورشينيرات، في رامات، في روح يا شنب. انا اقعد عليك الليله عنا. بس يا سلطان بس بس بس. يلا حط رجلك. احلى يا سلام. بس هي روح قدام سلطان. شوف سوي لك خط، مو روح ودعسه لا. اول شيء روح مهده كذا، كفرات تدك المكان اللي انت فيه. طبعا الكفر اذا دك المكان اللي فيه ما عاد فيه خلاص، يقدر ياخذ مساحه. يا سلام. بس كل مالك تهد انت الخلا.
ارجع ارجع بعد ارجع ارجع. علقت يا طقمة؟ هاي شغل دفلك. يمين يسار وارجع ورا. ما شاء الله تبارك الله، انزل يا سلطان على تحت. سلطان انزل على تحت. تعال يا صابون. روح اجيب عشا انا. سلطان سلطان خله خله لا تفكه. لان انت اذا بتطلع الان ما شاء الله، بس اللي وراك بيجي ياخذها سالو بيهايط عليك. ارجع يا شنب. ارجع يا سلطان ارجع يا كفو. ارجع بالله يا سلطان. سلطان ارجع ورا. ارجع ما عليه. تعال يا طقم انت. انزل انزل هذا خليه بيروح يروح. جيب عشاء. يا ابو فيصل خليه بتغريس لاهله بس. يا روح بس. احنا اهل بتغريس. روح والله تبكي هنا ذا. اي 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 لحظة لحظة. انا اوقف هنا؟ اي يلا امشي. شوف هذه تجارب دفلوكات. واحد راسك الجلنط عندك يا ولد. اللي جنبك ماسك الفرامل يا ولد. شوف يا هادي هادي. العملية انك تسوي لك متر واحد تتحرك فيه. سوي لك خط واحد. يا سلام عليك ارجع ورا. في طاقية عندك طقطق قدام ولا وش؟ بس 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 بس. خلاص هذا المتر الان اكبس كبس. شوفوا يا جماعة الخير كلها متر واحد بس. يعني تخيل ان انت الان في الحالة. كم الهواء يا ولد؟ الله يبغى له ينزل اكثر. ترى اللي يبغى يجربه ينزل هواء. هنا ما حيفسخ كفر. سبعة تلاقيه تسعة الحين. صف معاه صف معاه. مين اللي جاي؟ يلا. اخو العيال هادي نزل هواء والله يطلع معك زي. السلام عليكم. ترى يلا روح. اسمع اطلع اصف معاهم فوق هناك. الزق في الجدار هناك. يلا يا رام تعال. ويجي هالوحش ما شاء الله تبارك الله. يا اخي صابون تراك امتحنتنا. ابو زي اركض بس اطلع من هنا. دبل ثقيل. يلا روح. كان ماشي معاك والله. ارجع شوف 5 سنتي بس. ليش انا اقول له ارجع 5 سنتي؟ ارجع فوق الحفره اللي انت حفرتها حفره الكفرات بس. يرجع لانه لو رجع ونزلها حتقابله هي نفسها الارتفاع نفسها قبل. لكن كذا مرتفع الكفر. خلاص روح. ايش هذا؟ وين وين وين؟ تعال يا ماجد. ادعس منين؟ حط باور جامد. لا يعلق. يعني اجيب الفرد اوريكم كيف يسوي الفرد؟ ماجد تعال. سلطان سلطان خلاص اعطي فرصة سداح. يلا انا ما ابغى احد يكسرها. ما ابغاك تحفرها عشان خويك ما يطلع بيها. ما جاء معك ارجع. يلا اعطيناك 3 محاولات غيره. يتقدم فارس الصحراء. هلا كذاب.
اقول لك في شجره هناك سموا لك اياها ناس، يقول لك شجره النداوي الحزينه، ما عاد صورناها من زمان، ما ادري هي عايشه ولا لا. يبغى لك تاخذ جالون مويه تسقيها. توكل على الله يا شنب. جيب لنا عشاء، يروح جيب عشاء هناك. اي 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 تعال تعال تعال. لا ما نبغاه كذا، هذا مقطوعه. قاعد تتكلم معه وكذا لا كاميرا على وجهه. لا 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 حرامي ما حرامي ولا ايوه. لا يا حبيبي حرامي. لا تعال اطلع من هناك مو من هنا. طيب واقف هنا. طبعا هذول الشباب كلهم زعلانين عشان النداوي لانه سرقها قبل شوي، ما وقف مكان الفورتشنر. شوف مكان الفورتشنر الان والرام والرانجلر قبل شوي، النداوي جاء سرقها من هنا. في شد وربط ضد النداوي، والنداوي عليه كلام كبير. ضبط الإضاءة؟ إيه إن شاء الله مضبوط ترى. طبعًا النداوي سرقها قبل شوي، وأنا قلنا يعني حننزل له المقطع، كنا إحنا اتفقنا ما ننزل المقاطع الناس اللي تسرق الحرق، لكن رد عن له الأمثاله. بننزلهم بننزل المقطع حقه. طبعا هاوشوا هناك وسووا عليه انقلاب هناك يا رجل. الله جلدوك يا نداوي، جلدوك يا سروق، جلدوك يا سروق. روح يا فهد يلا بسم الله. خلاص يا شباب ويت يلا يا فهد. ما هو مكان، هو مو هم راضين يفهمونها صح. يلا تعال ابو ايمن يلا. وين الحرامي الثاني؟ الحرامي الثاني وينه؟ وقف السياره يقول خلاص ماني مجرب. منو ذا؟ هذا النداوي. لا مو بالنداوي، الحرامي الاول ذا. نبغى الثاني اللي تو. فهد لا اصبر اصبر، تعال يا فهد. سارقها؟ لا سرقتها. اطلع قدام تعال، ما بعد كلمتك الا وين يا؟ اطلع قدام بس وانت ساكت. اطلع اطلع لين اقول لك وقف. اطلع هاي وقف. بسم الله بسم الله. ايوه هذا اللي يا واد عيب، يا واد انت مع ابو فيصل. بس 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 مو مسموح ترجع، لا تدعس بنزين، مو مسموح ترجع كثير. وراك مسامير. اه الله الله، تخيل يعني وراك مسامير، وراك عمال نايمين، اي شيء افتراش اي حاجه. اقول اطلع بس وانت ساكت. تعلق ما في سحب، ارجع ورا بس. ارجع 5 أو 6 أو 7 سنتي، ممنوع ترجع بس. تسرق يا فهد، هذا 5 سنتي دي تطلع تريلات، هذه مجنون انت هيرو. فك الدعسات ذا اللي ماسكتك من اذنك، جاي تو انت ويا النداوي شارد. ها ولا كلمة. روح يا شنب. الزرع طيب يا ولد والله. ارجع ارجع بعد، ارجع ارجع بعد شوي فهد، ارجع يلا بس خلاص روح. بسم الله دعسات والله، مو بطنه دعسات. لا بطن بعيد، انت تحس انه في بطن الموتر. هاي ارجع يلا، من انت تجيبها؟ بس بس خلو خلو خلو، اعطيناك الان العب. بس شردت يا حرامي انت. وين صح ان ياسين اللي جاء من هناك من 1.5 كيلو جاء. فهد الان طلع نفسك انت، احنا اعطيناك اختبارنا، ورنا انت شلون. يلا روح بسم الله. خلو خلو
النبي ما شاء الله ما شاء الله اوس 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 كنا مضبوط تعال محلي نعم يا 20 محاولة طيب ما يخالف انا بعطيك 20 محاولة بس ما بتطلع يا اخوك انت جاي من هنا سارقها وجهه ذا بعدي جاي يتفلسف انا ورا يلا يلا روح يا فهد فهد لا تحفرها فهد روح 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 عادي عادي يا فهد امشي يلا يا عبد ابو ايمن هلا باللاند والله منور حبيبي بس وقف بسم الله بس دقيقة يا شباب تعال 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 ارجع ارجع ما اصلا كسرتوها انتم بس اصبر ارجع ارجع انا اوريك السهلة دي على مين تسهل على مين تلعبها يا شنب عدل لف يسار عدل يلا وقف حط رجلك اطلع منسم صح يا ولد كم هوا شنب طلعوا لي شنب ثاني دقيقة دقيقة وقف يا أحمد من هذا الباترول يلا يعطي اللي يبغاه بس ما عندنا أي مشكلة الباترول 400 ما شاء الله تبارك الله هذا مين تعليمات هذا تحصين إن شاء الله تبارك الله يا باترول أطلع عشان بلين أقول لك بس روحوا لف يسار هاي بس يا باتر وقف يلا لف يسار واطلع صبرك ثقيل الموتر ترى وحش يا ولد وحش يا ولد ما في ليه انت اللي فتحت الخط شوف لكم واحده ثانيه بس انت خلي انت قعدت حفرت انت حفرت لان انت اللي سهلتها لهم يجي هذا الحين بيحفرها لكم هلا والله هلا والله جاء استنى بس بملابسه ذا ها دقيقة ليه ليه لا ترجع لا ترجع وقف وقف من عندك اطلع يا رجل انت طيب بتاخذ ذاك بالحضن ورا يا الله بتنزل زي ذاك اليوم بتقول له السلام عليكم سلطان طلع موترك يا سلطان نعم اي خدمة يا الله انقلب عليك احمد احمد ايش تبغى تسوي؟ لا تنزل تحت يا ابني والله ما تعرف تطلع ترى تلصق انت وياه بصير احمد يبغى لنا خلاص تمام خلاص اليوم بس عقبه خلاص خلاص خليك الاسبوع الجاي خلك الله لا يهينك احنا نبغى اناره هنا ايش اللي تشفي؟ ايش الموضوع؟ يلا تعال افتك تعال تعال ناصر برضه اخذ تعليمات؟ ولد 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 خلك يا ولد زي ما انت لا لا اصبر اصبر لا تربشنا دقيقة روح روح ها ايش تبي انت؟ مركب لي لد في صدره طف هذا الصغير ذا يلا روح لما نقول لك روح لا تطالع فينا امشي 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 لا امشي روح روح هيا وقف يلا ولف يسار هيا اطلع بسم الله الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله والله يا سلطان ترى هذا ان لصق فيك ما يطلع هذا الطقم هذا العمر ايش تسوي في عمرك انت ينفض يديه وخر من ورا زلقته دحين كيف يقول وخر من ورا اعتبر وراك حجر وادي بتطيح ايش بتسوي؟ يقول لك وخر دبر عمرك يلا انت لوحدك يا بركاتي ما وخر جيب الباهيلوكس يلا يلا حبيبي قوم مطلوب تنويع سيارات ما فيها كلام جيبوا لنا الفرد بعد اهلا ابو مروان هات الفرد انا ناوي ارحبكم بس اخر سيارتك مفتاح مع مين؟ اعطي اعطي هذه بالله خلك يا حبيب انت طبعا
نعيد ونكرر ونشكر شركة مايز بمرافقتها فريق رواد بحرة تواجدها معانا في الطعوس من العصر إلى آخر الليل، يعني أسبوع وأسبوع كذا، لكن ما شاء الله تبارك الله جزيل الشكر قائمين مسؤولين وملاك، وهذا ما هو براضي يطلع. هلا والله. ايش هو ايش يقول له؟ شغل اللي عندك كله، شغل سوي لنا سلطه اطلع فوق. طب اسمه مو من هنا قدام. يا حرامي كبير، يا رامي كبير، قفل لي الصندوق اللي ورا مفتوح، تبع الحجران بس. اطلع 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 اللي انا اقول لك. بس يا شنب، لف لف يسار واطلع، لف يسار لف يسار، انا اوريكم كيف الدركسون طبعا لما يكون ملفوفي. لف لف هيا اطلع، يلا توكل على الله. عيب يا ولد، خبرة التغريس. انا ورطتك زيه. هيا جيب الفتك دحين، جيب الفتك دحين. ايش ايش سويته؟ استغفر والله. على بالك يا ابو مروان. لا تفحط، غبرتنا. لا والله سهل. لا ما يبسال، انا صعبتها عليه، خليته له في يسار مره، اللي راحوا كلهم ملفوا يسار. انا اسرع دحين ابغى اشوف اليسار حقك. بس اركض، روح انت جيب سيارتك. ولا كلام، ما ابغى اسمع صوتك، ابغى الفتك هنا يجي. ما انت بفتك اساسا. اه شفت وش جات؟ بس قرب منه طلع. خليه يدفه، خليه يدفه دفه. هذا وانت قربت مني لسه ما قلت له شيء. كفو يا فهد، هذا وانت بس قربت من عندك محاولات. هذا محاولات بسيطة بس، خلي الفتك. دقيقة دقيقة، مين هذا؟ يلا يا فهد اطلع.